السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا في فيديو جديد، في هذا الفيديو سوف أقدم خمس صفقات تمت رسميا على مستوى الميركاتو الحالي وعلى مستوى الميركاتو الأوروبي، صفقات لأندية أوروبية كبرى تمت رسميا في الأيام الماضية قبل بدء في التفاصيل والدخول في صمود والتحدث على الصفقات، أتمنى منكم ألا تنسى الإشتراك لايك للفيديو كل جديد، ونبدأ عودة اللايف في الفيديو وفي التفاصيل أكثر. الصفقة الأولى فهي للإنجليزي ماديسون من نادي ليستر سيتي إلى نادي توتنهام الصفقة تمت رسمية والنادي توتنهام أعلن عن الصفقة وتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام وإلى الجمهور للنادي اللندني توتنهام الصفقة كلفت بقدر 40 مليون يورو كقيمة للصفقة وكقيمة للانتقال ماديسون من نادي ليستر سيتي الى نادي توتنهام، ماديسون قاد العديد من السنوات داخل الفريق الازرق نادي سيتي وابصم على اداء خرافي ما جعل انديه اوروبيه كبرى تطمح للتوقيع معها، ابرزها نادي توتنهام الذي نجح بالفعل في ختم الصفقه والتعاقد مع ماديسون واحد من افضل اللاعبين الانجليزيين على مستوى وسط الميدان في السنوات الاخيره. الانجليزي لوفتوستيك من نادي البلوز تشيلسي الى نادي اي سي ميلان الصفقه تمت رسميه واللاعب في طريقه الى ميلان لاستجازه الفحوصات الطبيه يوم الغد اللاعب سوف ينضم الى نادي اي ميلان بعد سنوات عديده مع نادي البلوز تشيلسي الصفقه قدرت بقيمه 16 مليون يورو كقيمه للصفقه وقيمه للانتقال لوفتوستيك من نادي تشيلسي الى نادي اي سي ميلان اللعيب سوف يبقى مع ميلان الى غايه 2027 كقيمه في العرض وكقيمه للسنوات مع النادي الايطالي اي سي ميلان، مستويات جيده ومستويات متوسطه لفتو على مستوى سي لم يكن شرك اساسي في كثير من المباريات دائما ما يكون احتياطي، الميلان خطف الصفقه وكان ابرز المهتمين بالانجليزي ونجح بالفعل بالتعاقد مع الانجليزي تشيك من نادي البلوزو تشيلسي. الصفقة للسنغالي إدوارد مندي من نادي البلوزي إلى نادي الأهلي السعودي تمت رسميا وأعلن عن الصفقة عن طريق وسائل الإعلام وعن طريق نادي الأهلي بشكل رسمي اللاعب السنغالي سوف يوقع عقد مع نادي الأهلي السعودي لمدة ثلاث مواسم سوف يتواجد داخل أدوار الدوري السعودي وسوف ينضم إلى نجوم الدوري السعودي نادي الأهلي حسم الصفقة في الأيام الماضية لكن في الوقت الراهن أعلن عن الصفقة وأعلن رسميا عن توقيع مع السنغالي إدوار مندي اللاعب قضى ثلاث مواسم مع تشيلسي واستطاع الفوز ببطولة كبرى على مستوى دوري أبطال أوروبا وكذلك كأس العالم الأندية والسوبر الأوروبي ها هو مندي ينضم إلى الدوري السعودي ليلتحق بمواطنه اللاعب كوليبالي الذي انضم إلى نادي الهلال السعودي والصفقة الرابعة فهي الفرنسي ماركوس تورام لاعب بروسيا مونشينغ الذي انتقل رسميا إلى نادي إنتر ميلان قادما من الدوري الألماني اللاعب سوف يبقى مع النادي انتر ميلان لمدة خمسة خمس مواسم مع النادي الايطالي لاعب ظهر بصورة جيدة مع فريقه بروسون مونشنغلاد باخ ما جعل اندية اوروبية تطمح للتوقيع معهم على غير ليفربول وميلان لكن الانتر هو من نجح بالفعل وحسم الصفقة في الايام الماضية واستطاع التوقيع مع الدوري الفرنسي طورام الذي قدم مستوى جيدة كما قلت مع فريقه الالماني والصفقه الاخيره فايل البوسني ايدين زيكو من نادي انتر ميلان الى نادي فانر باكشا التركي الصفقه تمت رسميه والنا... واللاعب انتقل رسميا الى الدوري التركي بشكل مجاني بعد نهايه عقده مع الفريق الايطالي انتر ميلان آه زيكو قدم مستوى جيد على مستوى الدوري الايطالي ويعتبر اسطوره لنادي روما قدم سنوات كبيره هناك وانتقل انتر وكذلك قدم مواسم كبير مع الفريق ما جعل اللاعب بعد نهاية عقده ينتقل الى الدوري التركي على الرغم من انه كان يقدم مستوى لكن لم يتوصل الى اتفاق مع مسؤولي النادي الانتر ما جعل اللاعب يرحل عن الفريق بشكل مجاني بعد نهاية الموسم الحالي طبعا هذا هو كل لدينا في اخر اخبار وفي اقوى الانتقالات تمت رسميا في الايام الماضيه طبعا شكرا على ولا تنسى الاشتراك لايك للفيديو سلكك جديد والى اللقاء